حضرتك كيفية قضاء الصلوات الفائتة؟ يعني هي من مدار حوالي 3 سنوات تقريبا، يعني على الوجه المتيسر لك اقضيها بالطريقة اليسيرة عليك. السلام عليكم. طب يمكن بس لو فضلتك يعني تدلني على طريقة، يعني وقت القضاء بتاعها ووقت ممكن مع كل فرد مثلا. ماشي ماشي، ما فيش مشكلة، ممكن مع كل فرد فرد.